بنحتفل بتسليم 1007 منزل بيمثلوا المرحلة الأولى اللي نفذت في 3 محافظات، هي محافظات بني سويف وسوهاج والمنيا. هذه المحافظات هي من أفقر محافظات مصر اللي تتخطى نسبة الفقر فيها 60%. هذه المحافظات تم استهداف عدد 1007 منزل. هذه المنازل تم هدمها بالكامل وتم إعادة بنائها بأساسات خرسانية بشبابيك وبيبان وأسقف حديثة، كمان تدخل من وزارة التضامن الاجتماعي لتمويل الأساس في هذه المنازل. تم تأسيس 150 منزل تقريبا من إجمالي المنازل اللي هي الأكثر فقرا. هنا الأسر كانت بتعاني من ظروف معيشية شديدة الصعوبة، سواء البيت ما فيهوش سقف أو حيطانه فيها شروخ أو مش متوصل له مية وصرف. تم هدم هذه المنازل وإعادة بنائها بتصميم حديث من خلال شركات مقاولات محلية وتصميمات مهندسين مصريين راعوا نفس المساحة اللي كان فيها البيت، ولكن بتصميم أفضل بيسمح بحركة أفضل بتهوية أفضل وببنية تحتية حديثة وآمنة ليهم بتحميهم من برد الشتاء وحر الصيف. ده جزء مرحلة أولى من مشروع في 10 مراحل. هذه المراحل كل مرحلة فيها 1000 منزل، يعني إحنا بنستهدف في هذا المشروع 10,000 منزل. التمويل هو بالأساس من مؤسسة الوليد ابن طلال للأعمال الإنسانية، بترعى هذا المشروع سمو الأميرة لمياء بنت ماجد اللي بتيجي مصر بشكل الحقيقة دوري لتطلع على سير المشروع. بتنفذه جمعية ومؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جمعيات مجتمع محلي، بالتعاون مع 3 وزارات. عندنا وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتساعد في تحديد الأسر الأكثر فقرا والأسر المستحقة، وبتساعد أيضا بأنها تتيح معاش تكافل وكرامة للأسر اللي بينطبق عليها الشروط، وبتساعد بأنها تتيح أثاث في منازل هذه الأسر. في أيضا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اللي بتساعد في مسألة الأراضي، وفي وزارة التنمية المحلية من خلال العمل مع كل محافظ في محافظته للتأكد من إصدار التراخيص اللازمة للهدم وللبناء ولوصلات المياه والصرف والصرف الساحلي. هذا المشروع قابلته بعض التحديات في الأول، إيجاد قطع الأراضي المناسبة، وبعدين قابلوا التحدي الكبير لتغير سعر الصرف، ولكن تقدمت مؤسسة مصر الخير وقالت إن هي هتساهم بجزء من فرق التكلفة. وتحدثنا وتواصلنا في الوزارة مع مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الإنسانية، وتم أيضا إعادة النظر في تكلفة المنزل، وتم تقاسم زيادة في التكلفة بين مؤسسة الوليد بن طلال ومؤسسة مصر الخير.